طاعاتنا وإرابه قرارنا وأمر به ديارنا واقضي به أوطاننا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأجزل به أمورنا وأصلح به ذات بيننا وأكرم به بين قلوبنا. اللهم اجعله لنا شافعا ومعينا وكفرا من الأحرار إذن تنينا. اللهم اجعلنا بالقرآن ذاكرين وسلم مقتدين وعن المسألة للغير مستعففين وبالعبودية لمن سواك مستنكفين وبفضل جودك وكرمك يا ربي مكتفين وبالأعمال مخلصين وبالإنابة مهبطين وبالآيات موقنين وإلى الإخوان محسنين وفي الزلازل متضورين متوقرين وفي مجالس الذكر حاضرين وبالطاعة آمرين وعن المعاصي زاكرين وبالقسط قائمين وبالنهار صائمين وبالليل قائمين وبالإقبال دائمين ومن الخوف ذائبين ومن الشوق هائمين وعلى متن الصراط صراط جائزين وعن النيران سالمين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم يا ربي ناظرين. جبريل آمين آمين والملائكة أنوار وبحق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء أطهار وعلى وآل كل منهم وأزواجهم وأصحابهم مصطفين أحياء والصالحين والشهداء والصدقين والشهداء والحكماء والعلماء أحياء وزهداء والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين في الأبطار والأرقاب والأوطان والأبدار والأحرار بالأسرار والأنوار والأسماء التي في نجوم والأنوار والعشر والكرسي والجنة صلى الله عليه وسلم عند التهاب عطايا.